وخلونا نبتدي مع بعض. اول توبيك عندنا اللي هو البروجكتس. يعني ايه بروجكت؟ لازم ابقى عارف قبل ما ابتدي اشتغل يعني ايه بروجكت اصلا. البروجكت هو مجهود ومحاوله مؤقته عشان احقق اوتبوت يونيك، اوتبوت محدد مش متكرر قبل كده. ممكن نلاقي الاوتبوت بتاع اي بروجكت، ممكن يكون نيو برودكت. البرودكت ده ممكن يكون ايه؟ موبايل جديد، عربيه جديده، شكل عربيه جديده، مبنى جديد. كل دي اكزامبلز نيو برودكت هيطلع عندي، مستشفى جديد انا بكونها. تمام؟ ممكن يكون نيو سيستم، ده في الاي تي ممكن اكون بكرييت او بديفلوب نيو سيستم، سواء سوفت وير سواء هارد وير. ممكن يكون عندي، ممكن اكون بعمل ريسيرش معين، ده بروجكت ان انا اطلع اعمل ريسيرش ميديكال او حتى ريسيرش عن عدد سكان، عدد مستخدمين حاجه معينه. كل دي اكزامبلز من بروجكت. في الاخر هي محاوله مؤقته هتطلع لي اوتبوت معين. ايه هي البروجكت بروبرتيز بقى؟ ايه هي خصائص البروجكت؟ البروجكت لازم يحقق لي اربع خصائص عشان اقول ان انا عندي بروجكت كويس. اول حاجه البروجكت لازم يكون ليه سبيسيفيك ستارت ديت واند ديت. واحنا قلنا ان هو محاوله مؤقته، مؤقته دي معناها ان ليها ديوريشن، ليها مواعيد، ليها ستارت ديت واند ديت. فما دام انا عندي ستارت ديت واند ديت فكده انا قدرت اوصل لمرحله ان هو بقى ليه وقت معين، ليه ديوريشن معينه، ليه محاوله مؤقته معينه، وليه يونيك اوتبوت، ليه اوتبوت خاص بيه هو لوحده. هتقول لي ما هو انا البروجكت ممكن يكون مبنى، انا بكون بكونستراكت مبنى او بكون بعمل ابلكيشن. الابلكيشن ده ممكن يكون موجود قبل كده، الابلكيشن يكون موجود او المبنى يكون موجود، بس انا هطلع بالمبنى ده في المكان ده ما فيهوش حاجه موجوده قبل كده، فلازم يبقى يونيك. الابلكيشن اللي طالع ده ليه اسم معين، ليه خصائص معينه، ممكن تكون حاجات شبهها قبل كده، بس الاوتبوت ده يونيك، ملوش شكل او ملوش حاجه موجوده قبل كده.